موجز خاص لجنازة أكثر الرؤساء الجزائريين مكوثا في المرادية، وورثر جثمان رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ظهر اليوم بمربعة الشهداء في مقبرة العالية. وحضر الجنازة رئيس عبد المجيد تبون، وفد حكومي ومسؤولين في الدولة وعائلة بوتفليقة. وألقى وزير المجاهدين العيدر بيغا كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية لعبد العزيز بوتفليقة وأبرز محطاته السياسية. كما غابت عدسة التلفزيون والهواتف الذكية عن مراسم جنازة عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم تبث قنوات التلفزيون العمومية والخاصة على المباشر تشيع جنازة الرئيس الجزائري الأسبق كما جرت العادة مع الجنائز السابقة، ولم يسمح للصحفيين من ولوج المقبرة لتغطية هذا الحدث. وعرفت الجنازة حضورا مميزا لشيوخ الزاوية البلقيدية، إلا أن عناصر الأمن منعهم من ولوج المقبرة. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، تلقاكم زميلتي أميرة أبو جمعة في حصة أخرى خاصة عن عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق الجزائري الذي مكث في الحكم 20 عاما. أما أنا ألقاكم غدا بحول الله في مواجيز إخبارية أخرى. إلى اللقاء.